كيلو لحمه يوصل ل 40 جنيه. الناس هتاكل ايه؟ تاكل قوت يا ريس. سيادتك عارف الزياده السكانيه في ارتفاع مستمر. السكان بس اللي بيزيدوا والمواشي ما بتزيدش. مشروع تحديد الناس ماشي على المواشي والبني ادمين لا. يا فندم سيادتك هتشوف اكبر مشروع لتسمين العجول في الشرق الاوسط هنا في مصر خلال يومين. انا هزور المشروع النهارده. على فكرة أنا بلغت سيادة الرئيس إن المشروع فيه 20,000 راس حسب التقارير اللي أنت بعتها لي. اطمن يا حازم بيه، اطمن. ها شحنت الصفقة؟ حصل يا رئيس. يعني كله تمام؟ تمام. المشروع ده يا سيادة الرئيس احنا شغالين فيه بقالنا 3 سنين، والمحصلة النهائية بعد التسمين 20,000 راس. البقر اللي هناك ده متربي هنا؟ أيوة يا فندم. اللي هناك ده إنتاج محلي يا سيادة الرئيس. الكلام ده مش صحيح. البهايم دي كلها غربة عن المكان. إزاي يا فندم؟ بهيمة الغريبة لما بتروح مكان جديد عليها بتقعد يومين ما تاكلش. البقر ده مش من هنا. رئيس مجلس إدارة المشروع يتحاول للتحقيق. وإيماناً من سيادته بتنمية الثروة الحيوانية والنهوض بها لرفع مستوى المعيشة للمواطنين في الريف المصري،
وتوفير الإمكانات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والصوف والجلود، فقد افتتح السيد الرئيس مشروع الدولة لتسمين العجول المصرية 100%، ويحتوي هذا المشروع على 50,000 رأس من الماشي. يوه، هو كل يوم فول؟ لا، احنا عاوزين حلاوة. انا عاوز مربى. انا حضور المشروع. ما فيش غير فول. ما تعصبونيش بقى على الصبح، انا ناقصاكوا. يا صلاح، ما تقومتش في ولادك. في ايه يا تفيد على الصبح؟ هو انت ومراتك قاعدين لي في البيت عشان تخلفوا بس؟ ما تخلي الشملوله تقوم تشوف ولادها تفطرهم تلبسهم. تعبانه تفيده، ما نامتش طول الليل، نفسها غم عليها، بتتوحم على شوربه حواوشي. يا لهوي، انتوا ناويين تبلونا بعيال تاني؟ عقبالنا انشراح. نفسي في حته عيل مزقلط كده يزقلط علينا الشقه. احنا بقالنا سنه ومفيش اي حاجه. لا اتلم لحد من العيال يدخل علينا ولا حاجه. اتلم؟ ما انا من يوم ما اتجوزنا وانا ملمومه انشراح. هانت يا حبيبي، كلها كام قسط ونستلم الشقه وتبقى فله. مش قادر. يلا قبل انشراح عشان نروح المدرسه. يلا بسرعه. يلا بايا متولي بسرعه. هتنزلي من غير فطار يا بنتي على لحى بطنك؟ معلش يا ماما، ما عنديش وقت. يا قبل انشراح. ايوه يا متولي. استني شويه، مسكي دول. ايه دول؟ واحد لسان وواحد مرتد. هفضل لسانه ومرتع الصبح يا متولي؟ ده انت مدرسة العاب وبتشقي طول النهار. اقعدي مع نفسك كده في الفسحة وعدي فيهم. معلش انا ما حطيتلكيش تورش، ما عندناش، بستلفي تورش من واحدة من صحباتك. خد يا متولي، انا هطلع على النقابة وبعدين اروح على المدرسة. ليه في ايه؟ هقدم شكوى في نقيب المعلم. وانا اشتكي لمين يا انشراح؟ استني بس هقولك. انا خدت مفتاح شقة واحد صاحبي. هي شقة مفروشة، تخلصي حصصك وتجيني على العربية ونطلع على هناك. تاخد مراتك شقة مفروشة يا متولي؟ مش أحسن ما أخد حد غريب يا انشراح؟ متولي، بس متولي. هو أمر عم صلاح. تعالى. اقعد. دقيقة واحدة. أنا راضي ذمتك، طول عمرك طباخ بريمو 10/10 وكفاءة. أنا مبقولش كده عشان أنت جوز بنت أختي. في يا عم صلاح، وقعت قلبي. دوق وسمعني. تحب تسمع إيه؟ أسمع إيه؟ بقولك دوق. أعوذ بالله، انا طبخت كتير وقليل، عمري ما دقت النوع ده. الهانم بتستقرضني وبتقول لي ان دي خبيزه. بذمتك دي خبيزه؟ خبزت ايه؟ ده برسيم بالدمع. حكمت يا شيف، ولما الهانم تطبخ لجوزها على الفطار برسيم يبقى ايه؟ يبقى حمار. تقصد ايه يا متولي؟ مش معقول كده يا عم صلاح، مفيش حد ابدا يقوم من النوم الصبح يفطر طبيخ. انا حر، حد شريكي؟ بص بقى، انا هعمل لك النهارده طاجن كوارع من اللي وصى عليه لقمان، على الاقل يرمي لك الكام عظمه اللي طالعين منك دول. بجد يا ميتو، بس انا ليا طلب واحد عندك عم صلاح. امرني. تديني الاوضه ساعه اخد راحتي فيها انا وانشراح. تفهمني غلط يا ميتو. غلط ايه؟ دي مراتي. يبقى تدفع ارضيه واحنا بنلعب قمار. يا صلاح، ايه ده؟ مالك فيه؟ سيبني دلوقتي، سيبني دلوقتي يا ميتو، سيبني دلوقتي. يا ام ابراهيم، خطة المحشي يا اخويا بتبوظ مني، اعمل لها ايه بس؟ سلقتي كروم؟ سلقته وقطعته. حطيتي ورق اللوري وجوز الطيب؟ كل اللي قلت لي عملته، وبرده بتفك وتسيب مني. يبقى العيب مش في الخلطه، العيب فيك انت. انشافي على المحشي شويه وانت بتحشيه. ها، اتعلمه بقى. يا سمتولي، يا ام سعيد، الملوخيه يا اخويا بتظهر في الحله. ما هي لازم تسقط بنتك في الحلة. شققتلها؟ والنبي شققتلها. سمعيني شققتك كده؟ خرب بيتك، دي شقة مفروشة. سيبتولي، عايزة ايه انت كمان؟ في ايه يا
ده ايه الحاره اللي مراهاش غير الاكل دي؟ مخها بخها. متولي ايه اللي اخرك كده؟ بتوع الحي جم وكانوا هيشدوا العربيه. وعملت ايه معاهم؟ طاجن الحي كان جاهز اديته لهم، بس هيعدوا عليك النهارده بالليل. وبالنسبه لطاجن التامين الصحي؟ اه، ما هو الراجل جه وسال على الشهاده الصحيه. واديت له الشهاده؟ لا، اديت له الطاجن. ولا يا بصله، في طاجن ناقص. فين طاجن البلديه؟ طاجن البلديه اديته لبتوع الكهرباء. الظاهر ان في حد نشك شكوى علشان الكهرباء اللي عمالين نسرقها من العمود دي. سيح بقى، سيح وعلي صوتك عشان كهربك دلوقتي. هنعمل ايه مع بتوع البلديه؟ انا جهزت لهم طاجن عكاوي. حاكم بقى البلديه دول بيموتوا في العكاوي. انت هتقول لي؟ طب وبالنسبه بقى للكهرباء اللي عمالين نسرق فيها دي، ايه يعني؟ اسكت بقى. اله يا رب يطعمك ما يحرمك. مالي يا شحاته؟ عم شحاته ستوب هير، ابوس ايدك. بقالك 4 سنين كل يوم تيجي هنا تدعي لي وتاخد اللي فيه القسمه. انت تخلع من هنا ويحصل لي حاجات مصاريفه من هنا. طب ايه رايك ادي عليك المره دي؟ يمكن يحصل لك حاجات ظريفه. يا عم لا تدعي عليا ولا تدعي لي بقى. بصله، طاجن الباميه اللي فات من الزبون بتاع امبارح. باميه؟ اله يا رب يجعل في حنكك سكره وفي وشك جوهره. قادر يا كريم. عم شحاته ربنا يعطيك ويعطيك يا رب. البلدية يا عم متولد. البلدية يا عم مش حاجة بركاتك. يلا يا ابني انت وهو شيل الحاجات دي ورميها في العربية بسرعة. يلا يا باشا. باشا صباح الفل. ايه داخل علينا كبس الهيد الطاجن على النار؟ ولا نعم طاجن البلدية يخرب بيت استباحتك. خلاص خلاص، رجع كل حاجة مكانها ورصوها كويس. سلام يا متولد. مع ألف سلامة سعادة الباشا. مين يا ابني الطاجن؟ العكاوي يا باشا. بتلو 100 100. يلا سلام يا متولد. ألف سلامة يا ابني. يلا دور اطلع. شرح. ازيك يا حضرة الناصر؟ انا ملاحظ انك خسة شوية. مش انا مدرسة العاب؟ بيتهيألي لازم اكون خسة. وليه بقى؟ ما تربرب شوية قبل انشراح. اربرب؟ انا قصدي يعني عشان تقدر تكملي حصصك بدل ما تدوخي وتقع من طولك. وبعدين انت ايه اللي اخرك النهاردة؟ مش انا كنت قايلة لحضرتك ان انا هروح على النقابة؟ يعني مش هتبطلي شكاوي وتشوفي حالك؟ ما هو ده اللي مبوظ البلد، كل واحد مش همه غير نفسه وبس. خلاص خلاص كملي تمريناتك. في زياره لسعادتك بكره يا فندم لافتتاح مستشفى سمالوط العام يا فندم. هم خلصوها امتى؟ من حوالي اسبوعين يا فندم. انا شايف يا فندم ان مفيش داعي تروح الزياره دي. ليه يا حسن؟ أنا لازم أروح بنفسي عشان أشوف إيه اللي تم هناك. الأسلم إن سعادتك ما تروحش الزيارة دي لدواعي أمنية.
اهلا يا ست الريس. اهلا وسهلا. انا بستاوي صاحب الدار. اهلا يا بستاوي. اهلا بك يا فندم. اهلا بك مسعيدة مرات. ازيك يا مسعيدة؟ اهلا اهلا يا بالريس. اهلا بنور. عندك ولاد؟ 5 يا ست الريس. وقادر عليهم يا بستاوي؟ الحمد لله الحمد لله. والله بندعي لك بندعي لك في كل صالة. ربنا يسهل لك. اتفضل يا ست الريس. يا دي النور يا دي الهنا. اتفضل يا ست الريس. اهلا وسهلا. وبعد افتتاح السيد الرئيس لمستشفى صملوط العام انطلق سيادته بين هتافات الجماهير وترحيبها له لتضامنه معهم وإصراره على رفع المعاناة عن المواطن المصري. هذا وقد تفضل السيد الرئيس بزيارة ودية لأسرة ريفية لأحد الفلاحين وزوجته، تناول معهما كوبا من الشاي وكانت الجلسة ودية تماما. هذا وقد انتهت المباحثات دون الإعلان عن نتائج إيجابية، إلا أن مراسلنا قد أفاد بأن مؤتمر القمة قد أرجئ إلى العام الحالي. فضل. كوندليزا رايس تزور المنطقة في نهاية. سيادتك فندم شغال من الصبح لغاية دلوقتي، يعني أكثر من 14 ساعة. مشروع. تحيل شغل حد معايا. أبدأ العد يا حولة. عد بس من الواحد لحد ما النهار يطلع. تبقى ابن أختك ليه؟ رايحة مستوصف؟ الله ما لازم عندي. سيبي مع أمه جعفر. تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا جعفر مبروك مجالك. الشكل ده مش غريب علي. من واحد لواحد ونص عبال ما أجيلك. يلا يا أختي يلا. يا فندم اكيد ممثله جديده. والسمك مش هنقليه؟ وانت جايباه مشوي؟ لا جايباه ني. دي هبله. دي ليله زفره يا معلم. ممثله جديده ازاي؟ مش دي مسعيده؟ مسعيده مين يا فندم؟ مسعيده مرات بسطاوي اللي قدمت لي الشاي وانا في صملوط في زيارتي الاخيره. الحقيقه يا فندم ازاي يعملوا حاجه زي دي؟ اكيد يا فندم لدواعي امنيه. ويطلع مين سيباستاوي ده كمان؟ ده يا فندم الفنان عبد السلام الدهشان ممثل بالمسرح القومي. الموضوع ده ما يكررش تاني. حاضر يا فندم. بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بلاش اللي بيحصل ده انا ايام الخطوبه كنت بقدر اخد بوسه ماسكه ايد اي حركه. معلش هانت كلها شويه ونروح شقتنا ونعمل كل اللي احنا عاوزينه. شقتنا؟ هي فين شقتنا دي؟ ده احنا هنسلم نمر قبل ما نستلمها. ما تكلمي الجبار خالك ده يعمل لنا قطوع طوب هنا نتدارى فيه. مش كتر خيره ان هو رضي يتجوزنا عنده في شقته. كتر خيره ربنا ياخده ويزود عظمه. متولي. وتضامنا من سيادته مع الشباب فقد افتتح السيد الرئيس يرافقه وزير الإسكان الألماني مشروع إسكان الشباب الذي يتكون من 15,000 وحدة سكنية على أحدث الأساليب المعمارية رعي فيها الشكل الجمالي والمرافق الأساسية. وقد أكد سيادته في المؤتمر الصحفي على أن الشباب هم وقود الغد. عندكم مشاكل بالنسبة لإسكان الشباب؟ Gibt es bei Ihnen vielleicht Schwierigkeiten für jugendliche Wohnungen zu finden? Nein, eigentlich nicht. Das Problem besteht nur darin, dass die Anzahl der neu geborenen Jungen etwa 5-mal weniger als die der Mädchen ist. لا في حقيقة الأمر تكمن المشكلة في أن عدد مواليد الذكور تقل بمقدار 5 مرات عن التي للإناث.
طب ما يجوا ياخدوا من عندنا، البلد هنا مليانه شباب هايل. Wie wär's vielleicht ein paar Jugendliche von hier aus mitzunehmen? Wir haben hier tolle الرئيس. صدقني ان كل الام العربيه بتشهد لك بمواقفك الحلوه والنبيله، لذلك لازم الحكام العرب يكونوا كتير قريبين من الشعوب مشان يقدروا يوقفوا وجه الامبرياليه الغربيه. مهم جدا التواصل باستمرار مع نبض الشارع. تمام يا فخامه الرئيس، نحن عنا الرئيس بروح على الشوارع، بنزل على المطاعم، بيطلع على الروشه بيشرب ارجيله، ما في مشاكل. بس امن الرئيس؟ والله يا فخامه الرئيس، امن الرئيس عنا محبه الناس له. تصور مره الحريري الله يرحمه اديني مثل تاني. معلش جبتكم بدري شوية، بس الصحيان في الوقت ده مش وحش. لا بدري ايه يا فندم، ده الساعة 5:30 الصبح. اقعدوا. تعالى يا فندم، في حاجة شغلة بال سعادتك. قريتوا جرايد المعارضة؟ طبعا يا فندم. أنا حاسس إن الناس مش مرتاحة. يا فندم الناس اللي بيكتبوا الكلام ده أقلام معارضة، كل هدفهم تعطيل مسيرة التنمية اللي سيادتك بدأتها، وبيستغلوا المناخ الديمقراطي. أنا مش جايبكوا عشان أسمع الكلام ده. في جرايد كتير كاتبة الكلام اللي بتقوله. أنا مش هسمح إطلاقاً إن علاقتي بشعبي تكون من خلال كلام مكتوب أو تقارير تجيلي وبس. أنا لازم أعرف كل حاجة بنفسي. عشان كده أنا اتخذت قرار مهم. خير يا فندم. يوم الاثنين الجاي بعد ما أخلص كل ارتباطاتي هنزل الشارع. تنزل فين سعادتك؟ الشارع يا حازم. وأنا مش مواطن زي أي مواطن من الشعب. من حق أنزل وأخرج وأروح أي مكان، أروح للسيدة عائشة مثلاً، أقعد على قهوة، أكلم الناس ويتكلموا معايا. أنا بكلم جد، أنا هنزل الشارع وهمشي لوحدي، ولو في أي إجراءات أمنية اتعملت مش هيحصل كويس. مش عايز أي حد معايا في الزيارة دي، مفهوم؟ يا جماعة المسألة كده بقت صعبة جدا، لازم تفكروا حل في الموضوع ده. أنا حاولت مع السيادة مايس أكتر من مرة، بس سيادته مصرة على موقفه. هينزل الشارع يعني هينزل الشارع ويوم الاثنين. أنا شخصياً مع الرئيس بالقرار الجريء ده. الرئيس الناس بتحبه، وهو عارف كده كويس، وإلا ما كانش خد القرار ده. يا كريم بيه المسألة ماشي بالبساطة دي. أنا حتى فكرت أعمل يوم الاثنين أجازة رسمية، يمكن الناس تخف عن الشوارع شوية. طب هنقول الأجازة بمناسبة إيه؟ نعمل يوم الاثنين اللي جاي عيد. ونسميه عيد الوحدة الوطنية، والناس في الأعياد يا بتسافر يا بتقعد في بيوتها. أنا لا يمكن أقبل في اليوم ده إلا بحظر تكوان. وبعدين يا فندم البلد فيها قانون طوارئ، ومن حقك وزير للداخلية إن أطبقه في أي وقت. مش هيوافق الرئيس، مش هيوافق بأي حال من الأحوال. سيادته رافض تدخل أي قوات أمن يا معالي الوزير. لو سمحت لي يا فندم أنا عندي اقتراح. نجيب منتخب البرازيلي لاعب المنتخب القومي، وهو حسن شحاتة موجود. مباراة مهمة زي دي هتخلي كل الناس تروح للساد، أو على الأقل تقعد في البيت تتفرج على التلفزيون. أيوة بس مش كل الناس مهتمة بالكورة يا معالي الوزير. أنا أقترح إن إحنا نعمل حفلة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، ونجيب نانسي عجرم وهيفاء وهبي، ونخلي الحفلة مجانا، تلاقي مصر كلها راحت. من فضلك يا سيادة الرئيس، هو الرئيس ينزل يروح فين بالظبط؟ معرفش، هو قال تقريبا السيدة عائشة. منطقة السيدة عائشة؟ لو اديتوني الإمكانيات سعادتك، إحنا ممكن نبني السيدة عائشة ديكور في مدينة الإنتاج الإعلامي. أنا بقترح نشيل عربيات الفول اللي بتبيع الصبح. الناس تنزل تشتري الفول، ما تلاقيش العربيات، يروحوا يناموا. لا، الكلام ده ما ينفعش مع سيادة الرئيس. هو مفيش غير حل واحد يا فندم، إحنا نقول إن يوم الإثنين اللي جاي الساعة 2 الظهر هيحصل كسوف كلي للشمس.
وإن الشمس هيصدر عنها أشعة ضارة جداً، والأشعة دي ممكن تسبب العمى. وبكده نقدر نناشد السادة المواطنين إنهم يقفلوا الشبابيك من الساعة 7 صباحاً لحد الساعة 8 مساءً. أنا شايف إن ده حل مناسب. سيسألون يوم القيامة عما فعلوا بهذا الشعب. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرضاه ينزل متحفيا ليتفقد أحوال الرعية، أما اليوم فالناس جياع عراية. الله الله، يسلم فمك عم الشيخ. ولا أحد من المسؤولين ينظر إليهم. يا رئيس الجمهورية، إن كنت أنت قدرنا فالطف بنا، ارضف بنا وانظر إلينا نظرة عقل، فهذا شعبك ونحن رعيتك. ما تلطف بينا انت كمان يا اسطى متولي. ايه بس لازمته الشغل النهارده؟ لا انت ما سمعتش اللي قالوه في التلفزيون، اللي هيخرج عين عيني. عليا النعمه ما اقفل باب رزقي مهما حصل. يا اسطى متولي النهارده الناس كلها مروحين بيوتهم زي ما انت عارف، يعني مفيش زباين. بقولك ايه، ما تشتغلش على دماغي، كسوف خسوف انا شغال. لو انت خايف على نظرك اللي هو مش موجود اساسا روح. عينيا يا اسطى متولي عينيا. يا انا جاي يا عم متولي، هو انت مش خايف من العمى ولا ايه؟ عم متولي انا ماشي بقى عشان عينيا زغلله. حاجه غريبه قوي. العمى عندي ارحم من ان اشوفكم انتوا الاثنين. يا سلام، جوز غربان ماشيين مع بعض. وديتوا الشعب فين يا حازم؟ 75 مليون ما لقيش منهم ولا واحد. على فين؟ وديني السيدة عيشة. هاخد 30 جنيه. مش كتير شوية؟ كتير ايه يا باشا؟ ده انا هرجع فاضي. ما تعرفش ايه اللي خلى البلد فاضية النهاردة؟ حد عارف لها حاجة؟ ساعة تبقى زحمة وفوق بعضيها، وهالنهاردة ايه؟ كأننا في صحراء. واقفة حال يا برنس، كل يوم يطلعونا بحاجة.
هنروح ازاي؟ صحيح الناس دي هتروح بيوتها ازاي؟ كل واحد يخليك نفسه، مش كل واحد يطلع لي في كلمه. ده اتوبيس نقل عام مش اتوبيس هبوك. سيادة الرئيس، خليك ماشي على طول في الخط بتاعنا. على طول استقبال، على طول. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. حرما إن شاء الله. جمعا بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صباح الخير. صباح النور. تسمح لي اقعد معاك شويه؟ من فضل حضرتك. اهلا وسهلا. تشرب ايه؟ معلش قولوا لنا، يعني الصناعيه خافوا ينزلوا النهارده من العمى، انا اللي عامل الشاي ده بنفسي. طب وانت ايه اللي نزلك؟ ما هو اصل انا اعمى قديم ومفروض ان انا اللي خاف اكتر. ده ايه اللي هيخوفك بقى؟ عشان البلد كلها لو اتعمت لمؤاخذه اللي زي حالاتي مش هيلاقي ياكل فيها عيش. اسمك ايه؟ متقدمك شحاتة الاصيل. لا مؤاخذه يعني، هو انا اعرف حضرتك قبل كده؟ اصل الصوت مش غريب عليا. اتغديت يا عم شحاتة؟ تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا من صباحة ربنا وانا على لحم بطني. طب يلا. انا عزمك على الغدا. بجد؟ تحب تاكل ايه؟ الزفر طبعا، ودي عايز اكلمك. تولي ده بقى يا أستاذ بيعمل طواجن ليها العجب. أنا مضيع كل فلوسي عليه. إيه اللي جابك يا عم شحاتة؟ مش بيقولوا فيك كسوف وخسوف النهاردة؟ تعالى يا عم شحاتة. تعالى بيه. صباح الخير يا متولي. صباح الخير يا عم شحاتة. تعالى. نهار أبيض. اقعد. شوف يا عم شحاتة هياكل إيه وأنا اللي هدفع الحساب. تاكل إيه يا عم شحاتة؟ هات لي طاجن فته بس تزود لي فيها التقليه مع شويه زباعه على حتتين طحال مع اصبعين عصبان. طب ما اجيب لك بقره تاخد منها اللي انت عايزه. الله يحفظك يا متولي. الوش مش غريب عليا. لا وايه الصوت كمان يا متولي؟ الصوت يخش القلب على طول، مش عشان هو عازمني على اكل. لا ده انت شبهه بالملي. شبه مين بالظبط؟ شبه الرئيس. الرئيس؟ يا سلامة متولي. إله يا رب اجعل لك نصيب وتمد ايدك في ايد الرئيس وتسلم عليه. لو قابله واسلم عليه يا عم شحاتة، ده انا كنت اقوله على بلاوي. كنت هتقوله عليه يا متولي؟ كنت هقوله على اللي بيحصل في البلد من وراه. وايه اللي انت شايفه بيحصل في البلد؟ شوف يا سيدي، انا مرة ولا بلاش ابوس ايدك، ما تخليناش نخبط في الحلل، احنا مش ناقصين. بتحب الرئيس يا متولي؟ الا بحبه، ده انا من حب فيه انتخبته مرتين. ازاي يعني؟ مره بالبطاقه الانتخابيه بتاعتي ومره ببطاقه جوز عمتي الله يرحمه. انت اللي علقت الصوره دي؟ ما انا لو ما علقتهاش بتوع الحي هيجوا يشيلوا العربيه. لما انت نزلت الشغل يعني ما خفتش بالعمى زي ما بقيت الناس خافت؟ هخاف من ايه يا استاذنا؟ المثل بيقول لك ضربوا الاعور على عينه. شوف لي الحساب كام. 42 جنيه. انا نسيت اجيب معايا فلوس النهارده. لا انا العصر بقى. لا 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 لا، عصر ايه؟ لا استاذ، وحياه والدك ما ينفعش النهارده بالتحديد. كسوف وخسوف وكمان ما فيش فلوس. ما تقلقش، فلوسك هتوصلك لحد عندك ان شاء الله. يلا بجملة ما عادتش تفرق.
هو اليوم باين من اوله. الحق العصر يا عم شحاته. انت عايز فلوس؟ كنتوا فاهمين انكم فضيتوا البلد عشان تحافظوا عليا تبقوا غلطانين. والله يا فندم احنا كنا. خلاص يا حازم خلاص مش وقته. حكاية في الحكاية دي بعدين. في ولد طباخ اسمه متولي عنده عربية أكل في القلعة. الولد ده يجي لي هنا في الرئاسة. حاضر يا فندم. يا حماتي صدقيني أنت منظورة، أنت وأخوكي صلاح عظمة. وهنعمل إيه يا متولي؟ أنت لو عايزة رأيي تاخدي بعضك كده الصبح على طنطا. تزوري السيد البدوي وتصلي ركعتين هناك. او النبي يسلم فمك، انا مشتاقه قوي. اتكل على الله ابو جراح. وهي هتروح لوحدها؟ مش انت اخوها يعني لازم تروح معاها؟ خلاص ناخد انشراح معانا ونسيب العيال مع امهم. لا مالكش دعوه بانشراح، العيال برضو لازم يروحوا يزوروا السيد البدوي، ياكلوا حب العزيز وحلاوه شعر. ولا ايه يا عيال؟ ايوه عايزين نروح معاه. وانا عايز حب العزيز. اهو عايز حب العزيز اهو. وانا بقى هخلص شغل بدري واجي اقعد مع ابلة انشراح عشان ما تقعدش لوحدها. شلها سيد يا بدوي. لكأن القدر ارسلك الينا في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ هذه الأمة، وكأن سفينة الوطن كانت في حاجة الى الربان الماهر الذي يصل بها الى بر الأمان. أنت الذي قدت أمتنا إلى الرخاء، إلى الحرية، إلى الديمقراطية. أيوة انشراح. أيوة حبيبتي أنا خلاص بشطب أهو. بقولك إيه، النهاردة زي ما اتفقنا بقى للصبح. بقولك إيه، كلمت امك في طنطا؟ طب كويس قوي. بموت في التراب اللي بتمشي عليه. الحمد لله. بقول لك ايه بقى، شوف لنا حساب الحاجه دي كام. حساب مين يا امين؟ عيب، ده انا طلع لك العربيه واديها لك لحد باب البيت. ديليفري. ديليفري؟ ديليفري ايه وبتاع ايه؟ بقول لك انا مش بتاع الديليفري، عاوز تجيب لي الاكل هاته انت. اه بموت في التراب اللي بتمشي عليه. اه قميص النوم البنفسجي اللي ما حلفنيش الحظ في سنه جوازي ان اشوفك لابساه، لدرجه اني شكيت انك شاريها لحد غيري. قولي لي بس يا امينه اعمل لك ايه؟ تعمل لي ايه؟ اعمل لي طاجن باميه وبيكون باللحمه، ومش اي لحمه، لحمه ضاني. عيني عيني. مش هتاخر حاجه بسرعه. مع الف سلامه. بس متولي، بس متولي، طاجن لحمه بالباميه المفرومه. ايه الباميه المفرومه؟ قصدي بالباميه الضاني. بسرعه، انت تهبلت ولا ايه؟ وبعدين الناس نفسهم اتفتحت النهارده ليه دونا عن اي يوم؟ حد يقول للرزق لا يا عم تولي. والرزق البنفسجي اللي انا سايبه في البيت اعمل فيه ايه؟ الولد متولي اللي قلت عليه يكون عندي بكره. حاضر. ايوه انشراح، اكيد امك وخالك نبرين على الليالي. مصر كلها جايه تاكل عندي. انا بدات اتفائل بالليلات. بصي بقى، عبال ما يمشوا شوح لنا نص كيلو كبده، ونزلي السبت لابو جورج هيحط لك 9 ازايز بيره مشبرين. بيره يا متولي انت مجنون. ما تقربيش ناحيتهم لغايه اما اجي، واوعي تطلعي البلكونه بالقميص البنفسجي. طيب تعالى بسرعه ما تتاخرش، انا مستنياك. فين بالطواجن دي؟ كريفري يا عم متولف. كريفري؟ تحسبني عليهم الصبح. يا رب يسعد ايامك ولاليك يا اسطى متولي. ايوه يا عم شحاته، ادعي لي، انا محتاج دعاك النهارده بالتحديد. الهي يا رب وقف لك ولاد الحلال. الهي يا رب.
حضرتك مولي؟ ايوه ماشي. اتفضل معايا. عاوز ايه؟ عملت اتفضل من خفي. في ايه يا باشا؟ الراجل غلبان واحد والله ما عملت حاجه باشا. طب خالص ده كده اطمن بركاتك يا عم حاتم. اسمك ايه يا ابني؟ متولي عبد الرحمن محمد. عندك سبب يا قلق؟ اعوذ بالله يا باشا. شغال ايه؟ طباخ يا باشا. اه طباخ. ما توقف يا قلق ثابت، انا حد لمسك. خدوه. ياخدوني على فين؟ انا عملت ايه؟ مش عارف انا عملت ايه؟ معلش يا حازم، ليه اصلا متاخد كده على طول؟ ما اعرفش حاجه لسه. اهدى يا ابني شويه وامسك نفسك. بعدين بقى ايه ده متولي؟ ايوه فندم. شوفوا يا عم سليمان. ايوه شوفوا عم سليمان، انا واقع في عرضك يا عم سليمان. ابوس ايدك يا عم سليمان. اعمل لي مسقعه يا ابني. نعم بقى، كل المرمطه دي عشان اعمل لكم مسقعه؟ من غير رغي كتير، نفس الامر. رأيك يا عم سليمان؟ كويس مش بطال. يعني انت شايف انه ينفع؟ ينفع. البركة يا ابني. تولي انت بتحب مصر يا متولي؟ ومين ما بيحبش مصر يا باشا؟ يعني لو في مهمة وطنية ممكن تأديها؟ أنا رقبتي فدا مصر يا باشا، بس عدم المؤاخذة أنا ما أعرفش أعمل حاجة غير الطبيخ. وهو ده اللي إحنا عايزينه منك. عايزين أطبخ لمصر كلها يا باشا؟ دول 75 مليون، ده أنا حالي يتهب. تولي أنا عايزك تسمعني كويس. توقع عليك الاختيار إنك تكون طباخ سيادة الرئيس. أنا يا باشا؟ أيوة أنت. طباخ الرئيس، طباخ الرئيس يا أبا. متولي هيطبخ لرئيس الجمهورية يا أبا. متولي عبد الرحمن بقى طباخ الرئيس يا أبا. أنا مش مصدق نفسي. متولي عبد الرحمن بقى طباخ يا أبا. أنا مش مصدق نفسي. إهدى يا متولي وتمالك بأعصابك، لازم تدرك خطورة وأهمية اللي أنت داخل عليه. أنا بحب الرئيس جدا يا باشا، عليا الطلاق، أنا انتخبته مرتين. متولي أهم حاجة محدش يعرف إنك شغال في الرئاسة. لا انشراح مراتك ولا تفيدة حماتك ولا صلاح خال مراتك ولا مخلوق على الارض. طب عدم المؤاخذه هقول لهم انا بشتغل فين؟ زي ما انت على العربيه بتاعتك. طول عمري حاسس ان ربنا مخبي لي حاجه كبيره. عدم المؤاخذه هو سؤال رفيع يا باشا. اتفضل. هو المرتب كام؟ 350 جنيه. كام؟ في حاجه يا متولي؟ المرتب مش عاجبك؟ لا لا لا، دول يغرقوني يا باشا. لقلبك، ال 350 جنيه ده المرتب الاساسي، بالحوافز والبدلات يوصلوا 850 جنيه. مرتب الوزير 2000 جنيه. ده الاساس يا باشا. طب قول لي انشراح ايه؟
150 جنيه. بس تتقدر والله تتقدر، ربنا هيطرح لي فيهم البركة. والواحد هيطمع. بدري يا بيه، هو ده اللي هتيجي بسرعه؟ مش راح ابوس ايدك سجني في حالي، انا روحي هنا اهو. ايه ده؟ ماله الراجل ده؟ في ايه؟ 350 جنيه في الشهر. يعني كام؟ يعني 350 جنيه في الشهر هعمل بيهم ايه؟ انت ايه؟ بتكلم نفسك خلاص؟ بص انا معلش بكرة هتتعدل يا ولا، وهجيب لك دستة العيال اللي انت نفسك فيه. بس يلا بقى يلا. شراح انا بقول نسك على الموضوع ده، الايام اللي داخلين عليها شكلها ناشفة قوي. حضر السيد الرئيس اليوم احتفال العيد الوطني وسط لفيف من المسؤولين وكبار رجال الدولة وبين هتافات الجماهير المدوية، معاهدين زعيمهم على الوقوف معا يدا بيد وقفة رجل واحد نحو هدف واحد من أجل التقدم والازدهار. متأخر دقيقة وربع، المواعيد هنا عسكرية، كل شيء في نظام. اعذرني يا عم سليمان، أنا ما نمتش طول الليل، ركبي بتخبط في بعض ورجلي مش قادرة تشيلني. شوف يا ابني، لو كنت عايز تكمل هنا لازم كل حاجة تكون مظبوطة بالملي. نص جرام ملح يعني نص جرام ملح، مش جرام إلا ربع. مفيش حاجة اسمها بالبركة. بقولك يا عم سليمان، هو سيادة الرئيس بياكل ايه؟ الوجبات المفضلة لسيادة الرئيس هي نفس الوجبات المفضلة لأي مواطن عادي. أنا هقعد معاك هنا كام يوم لحد ما تحفظ الشغلانة وتاخد عليها. أبوس إيدك، ما تسيبنيش يا عم سليمان. إيه ده؟ أنت بتعيط يا عم سليمان؟ لا، ما عيطش ولا حاجة. واحد لما بيسيب مكان أخد عليه وعاش عمره فيه بتصعب عليه نفسه. أنا بقالي 12 سنة مع سيادة الرئيس، ولادي كبروا جوزوا وخلفوا، مفيش مخلوق عارف إن كنت طباخ الرئيس. كنت باجي كل يوم هنا متولي وأنا حاسس بعمل حاجة مهمة، بأدي عمل وطني. ربنا يوفقك يا ابني. متولي كريم باشا، يلا متولي عشان هتقابل سيادة الرئيس دلوقتي. دلوقتي يا فندم؟ ايوه دلوقتي يا متولي. طيب ممكن بس نأجلها شوية عشان ما اخش على سيادة الرئيس وإيدي فاضية؟ يلا يا متولي مفيش وقت، يلا. اتكل على الله يا ابني. يلا. معذور. متولي يا فندم، الطباخ جديد. ازيك يا متولي؟ الله يسلم سعادتك يا ريس. ايه مالك؟ لا اصل بس يعني هيبه سعادتك يعني. انت متجوز؟ ايوه يا ريس. عندك اولاد؟ لسه يا ريس، اصل يا فندم عريس جديد. طب مش تشد حيلك بقى؟ نخلف فورا يا ريس. قول لي هتوكلنا ايه النهارده؟ والله يا فندم انا حسب الجدول النهارده. لا جدول ولا حاجه، انا عايز شويه شوربه عدس. شوربه عدس؟ اتفضل. حاضر. عم سليمان، انت فين يا عم سليمان؟
الحقني ابوس ايدك يا عم سليمان. في ايه يا ابني؟ الرئيس طالب شوربه عدس، وانا اعرف اعمل 26 نوع شوربه عدس، مفيش ولا نوع منهم في دماغي دلوقتي. انا انتهيت يا عم سليمان، اعمل ايه قول لي؟ طب قوم ما تخافش. انا حصل لي كده اول يوم جيت اشتغلت فيه مع الرئيس. يا ابني يا حبيبي، الرئيس بيشرب شوربه عدس زي اي شوربه عدس عاديه. الله، اشمعنى لما بتقف على العربية في الشارع بتبدع؟ ايه؟ انت ما بتعرفش تطبخ اللي على الرصيف؟ يا عم سليمان، انا ما كنت بطبخ في العربية ما كانش بيهمني، كنت بطبخ للشعب. انما ده سيادة الرئيس، لو حطيت ملح زيادة، فلفل زيادة، ابقى انتهيت. لا ما تخافش، قوم اول خطوة هتشرب العدس. قلل الزبدة عشان سيادته ما بيحبهاش. شكرا يا متولي. استنى، خد دول. ربنا يخلي ساعتك يا ريس. دول 42 جنيه. ربنا يخليك يا فندم. أخبار عم شحاتة إيه يا متولي؟ الحمد لله كويس. مش حاتة؟ هو سيادتك اللي جت عم شحاتة وكلب الطاج؟ طاج ما كنتش أقصد والله. أنا آسف يا فندم، والله ما كنت أقصد. خد فلوسك يا ابني. خليك تفضل. بتعمل ايه عند سعادة الرئيس؟ اصل حازم بيه كان سعادة. انت تحط الاكل وتخرج على طول. انت هتقف ترغي مع سعادة الرئيس وهو بياكل ولا ايه؟ مش عم سليمان فهمك؟ ايوه فهمت. دول يا متولي، ده مصروف الشهر يا انشراح، واعملي حسابك على كده. انت بتودي فلوسك فين يا متولي؟
شهر طويل عريض ما تطلعش غير بتكمل طوش دول. ليه الناس بطلت تاكل؟ لا الناس بتاكل يا انشراح، بس زي ما تقولي كده رجلهم خفت على الطواجن شويه. الو ايوه باشا. ايوه فندم. ايوه باشا حاضر بسرعه ومن غير تقليه بكره. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم تحت امر سعادتك. مع الف الف سلامه يا باشا. مع السلامه. مين اللي بيطلب منك بسرعه في وقت متاخر زي ده؟ ده زبون. وزبون ايه اللي صحيك في نص الليل يا متولي؟ ويصحيني من الفجر كمان يا انشراح، لان الزبون ده احسن منك ومن اللي خلفوكي. وهالفاضي بقى في الكلام عشان ليلتك دي شكلها مش معدي على خير. ها يلا وريني بقى هتعمل ايه. انشراح هي البصاره بتتعامل ازاي؟ الساده الحضور، انا وعدتكم برفع مستوى الطالب والمدرس خلال الفتره اللي فاتت، وافتكر تم عمل انجازات محدش يقدر ينكرها. وانا بصفتي كنقيب للمعلمين بوعد حضراتكم بمزيد من الانجازات خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. شبعنا بقى كلام ووعود. هي النقابه يعني بتعمل ايه للمدرسين؟ وزعلانين قوي ان هم بيدوا دروس خصوصيه. البلد دي لا يمكن حالها يتعدل طول ما نظام التعليم فاشل، وطول ما نظام التعليم فاشل يبقى النظام كله فاشل. يسقط نقيب المعلمين. يسقط نقيب المعلمين. يسقط نقيب المعلمين. يسقط نقيب المعلمين. الموضوع ده لا يمكن يتسكت عليه، لازم نصعده لأعلى مستوى، إن شاء الله حتى نروح للري. أبو انشراح. نعم. أنا شايف إن حضرتك عندك آراء بناءة، وطاقة أحيانا مستخسر تستنزف هنا في النقابات. فإيه رأي حضرتك لو تشرفينا بالليل في مقر الحزب؟ حزب إيه؟ حزب المعارضة. هناك هتبقى كلمتك مسموعة أكتر. وكمان هتقدري تحققي اهدافك وتستخدمي طاقتك دي في حاجه تفيد البلد. النهارده احنا بنعيش مرحله غير مسبوقه من الديمقراطيه. الناس دلوقتي بتقول رايها في كل حاجه. جرايد كتير بتكتب نقد وهجوم. واحيانا عليا انا شخصيا. انا بيهمني في النهايه العمل والانجاز. مصلحه البلد عندي فوق اي اعتبار. الموضوع البناء مهم جدا في كل مرحله من المراحل. ده بيساعد كتير في الدراسات والاصلاحات اللي بنقوم بيها يوم بعدين. بسم الله ما شاء الله. الريس كلامه حلو قوي. ربنا يديله الصحه يا رب. الشيله تقيله يا ابني. الله يكون في عونه. وبياكل ايه ده يا اسطى؟ ده هتلاقيه مثلا بياكل على الصبح كده 4 كيلو جمبري ولا حاجه. والنبي انتهبل يا ابني، ده اكلته ضعيفه. شويه شوربه عدس، شوربه خضار، شويه بصاره، حاجات كده يعني. هو انت هتفتف اكل الرئيس كمان؟ كل المجهود اللي عملناه متولي. بنتمنى ان ربنا يوفقك. كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت في الحزب. حزب ايه؟ حزب المعارضه يا متولي. انضميتي لحزب المعارضه يا انشراح؟ احزاب البلد كلها فاضيه قدامك وبتنش، ما لقيتيش الا حزب المعارضه. انت خايف من ايه؟ وبعدين انا عايز افهم انت جبان كده ليه؟ ما هو مش معقول يا انشراح، مش معقول تبقى انت في حزب المعارضه وانا. انت ايه بقى؟ انا راجل غلبان وعايز اعيش. وهي دي عيشة اللي احنا عايشينها؟ انت راجل على باب الله ومش لاقي تاكل، وانا بيتقطع نفسي طول الشهر عشان اخد في الاخر 170 جنيه، ولا لاقيين حتى حته اوضه وصاله يلمونا ونعيش فيهم، بالذمه دي حياه؟ وبعدين انا عايز افهم، مش السبب في كل ده مش الحكومه؟ اسكتي بقى. انت ايه؟ لا بقى، ما هو الرئيس لازم يعرف الناس عايشه ازاي. اسمعي يا انشراح، انا هنا راجل البيت وكلمتي لا ترد. يا انا يا حزب المعارضه في البيت ده. معارضة ولا بلاش؟ عصاية شمسية رايحة البحر. خف شوية يا جبار. تعالى متولي. ايه رأيك في المظاهرات اللي حصلت في البلد؟ دول ناس عايزين قضم رقبتهم، بيعطلوا المراكب السايرة يا باشا. انشراح مراتك اخبارها ايه؟ اتطلقت يا باشا. Yeah.
كل واحد انه يتظاهر او يختلف مع النظام، انما بدون تخريب. احنا احتوينا الموقف يا فندم. لازم اشوف الاولاد دول واسمعهم بنفسي. انا هروح لهم النقابه واتكلم معاهم. ده قرار سليم يا فندم، هيتبسطوا قوي بالزياره دي. الموضوع خلص خلاص يا فندم، وبعدين انا شايف ان سعادتك تاجل الزياره دي شويه. اجلها ليه يا حازم؟ دواعي امنيه يا فندم، محدش ضامن، مش جايز حد يكون مدسوس وسطهم. شكلك مش مبسوط. شوية مشاكل في البيت يا ريس. رد يا متولي. ألو؟ أيوة انشراح. إيه اللي حصل؟ اسم إيه؟ مصر القديمة؟ طيب ماشي ماشي. خير. مراتك مالها؟ المدام اتقبض عليها يا ريس. كانت ماشية في المظاهرة، بس الحمد لله خدت جزاءها. مالك ومال المظاهرات يا انشراح؟ لعلمك انا لا يمكن هسكت ولا هرجع عن موقفي، وبعدين ازاي طلعوني وسابوا بقية الزملاء كلهم جوه؟ انت طلعتني ازاي متولي؟ تعرف مين؟ وكنت فين ساعة لما كلمتك بالتليفون؟ انت طالعة من الاسم تحققي معايا انا. هو اول الجواز كده يا ابني. لازم شوية خلافات ومشاكل لحد ما تتطبعوا على بعض. وبالصبر كل حاجة بتعدي. ربنا يخليك لينا يا ريس. هتوكلني ايه النهارده؟ نفسي سعادتك. ايه مالك؟ انت واقف قدام رئيس الجمهورية، قول كل اللي في نفسك، ما تخافش من اي حد. نفسي اوكل سعادتك على مزاجي. وانا موافق، بس الموضوع ده يفضل سر بينا عشان ما تأذيش. هتأكلني ايه؟ طبق كشري بالدقة والتهلية يستاهل بق سعادتك. والله انا نفسي رايح حاله، بس شوية صغيرين عشان القولون. حمامة. واحد كمالة متولي. أنا وشيفها رئيس. يا سلام، أحلى أكل في الدنيا أكل الشعب المصري. ميزة شعبنا أنه بيقدر يعمل من الحاجات البسيطة دي أشياء رائعة. قول لي يا متولي، طبق الكشري بكام النهاردة؟ لسعادتك ولا لأي حد؟ لسعادتي إزاي يعني؟ تمنه كام الطبق؟ 3 جنيه يا رئيس، بس لو سيادتك حبيت تحط شوية دقة زيادة، شوية تقلية، شوية حمص، يعمل له 5. قلت كام؟ 5 جنيه سعادتك، بس مش أنا اللي مسعره، وعهد الله. يعني أسرة بسيطة مكونة من 5 أشخاص عايزين يتغدوا كشري يدفعوا 25 جنيه. ده بيقولوا الطبق بنص جنيه. نص جنيه إيه سعادتك؟ الكلام ده كان من زمان، الحاجة ولعت. تفضل انت. كريم بيه، يا اهلا وسهلا. أأمرني يا فندم؟ سيادة الرئيس عايزني حالا. حالا يا فندم، حالا. كريم بيه، ما تعرفش سيادة الرئيس عايزني ليه؟ ما تعرفش، انا جاي حالا. صباح الخير يا ريس. صباح الخير. رائع.
كبشة مكرونة قد كده، معهم شوية رز ومعلقتين عدس بجبة، عليهم شوية تقلية. دول يعملوا كام يا ريس؟ أنا مش فاهم سعادتك تقصد إيه بالظبط. طبق الكشري بكام يا معالي الوزير؟ بنص جنيه يا ريس. أنت بالك قد إيه ما أكلتش كشري؟ ولا أنت غرقان في السيمو في مي والجمبري؟ يا ريس دي إشاعات مغرضة، الهدف منها تشويه صورة الوزارة قدام سعادتك. طبق الكشري مسعر في كل المحلات بنص جنيه، إحنا مراقبين الأسعار كويس قوي. أنا عن نفسي لسه أول امبارح واكل عند أبو طارق الطبق بنص جنيه. عند أبو طارق زي ما بقول لسعادتك يا ريس. ادينا أبو طارق. أبو طارق بتاع كشري يا ابني مش أبو مازن. لا يا كريم بيه، الخبر ده المقصود منه البلبلة وإثارة الرأي العام، لازم نعرف مصدر المعلومة مين. يا حازم بيه مش مهم مصدر المعلومة، المهم هي صح ولا لأ. والرئيس اتغدى إيه امبارح؟ كشري يا فندم. أنت قلت لسعادة الرئيس إن طبق كشري بخمسة جنيه؟ سألني يا حازم بيه وكان لازم أرد على سعادته. وانت تقول له بصفتك ايه عملت لنا ازمه في البلد يا فندم؟ ما الناس كلها عارفه. اخر انذار ليك يا متولي، بعد كده حسابك معايا هيكون عسير. ازيك يا متولي؟ الله يسلم سعادتك. ايه مالك؟ لا مفيش حاجه سعادتك. العيش ده خبزينه هنا؟ أو النعمة الشريفة يا ريس، دقيق نمرة واحد، قمح أمريكاني، خميرة طلياني. أنا عايز أكل عيش من اللي كل الناس بتاكله. بعد الشر عليك يا ريس. بكرة جيب لي عيش من فرن بلدي، عيش من المدعم. عيش يا باشا، عيش اهو. وده بعيش ليه؟ اصل انا ما باجي مروح بالليل يا باشا بلاقي الفرن قافل، فقلت اجيب كام رغيف عشان انا والمدام يعني. طيب اتفضل. مساء الخير يا متولي. مساء الخير يا ريس. جبت العيش؟ ايوه يا فندم، بس انا اسف الدنيا كانت زحمه والكوبري كان واقف وقفه غريبه. ما انا جاي من المجلس الصبح، الكوبري كان فاضي. ما سعادتك احنا اللي كنا واقفين تحت الكوبري. هنعمل ايه بس يا متولي؟ كباري وطرق وانفاق وعملنا، بنحاول نحل المشاكل بكل وسيله. ايه ده؟ زلط. زلط صغير يا فندم، ما يعملش اي حاجه، وبعدين انا سمعت انه بيساعد في عمليه الهضم. معقول ده يا ابني؟ بس الأمانة يا فندم الرغيف بشلن وفي متناول المواطن العادي. هي عزومة مفاجأة. بس في الحقيقة أنا حبيت نتغدى مع بعض النهاردة، ويكون لقائي معاك ولقاء ودي بدون أي رسميات عشان يبقى عيش وملح برضو. دايما عامر يا ريس. نازل لحضراتكم ده عيش بلدي مدعم جاي من فرن في مصر القديمة. المفعول ده من
عندنا عربيه في السيده من عند واحد اسمه ايه متولي حنفي لا مؤاخذه. احنا لازم ناكل من اللي شعبنا بياكله. جاي سلاو في الاكل اشياء غريبه بس زي الشعب ما بيستحملنا وبيحبنا وبيبلع لنا الزلط احنا كمان لازم نحبه ونبلع له الزلط. انا عايز الاكل ده يتمسح فورا. اتفضلوا. وزير التموين عامل رد فعل واسع جدا. الناس فرحانه في الشوارع. كريم بيه، انا شايف اننا نجيب طباخ تاني للرئيس مكان متولي. ليه يا حازم بيه؟ الولد ده من الاول انا قلت عليه ان لسانه طويل وبيتكلم كتير. ايوه بس سياده الرئيس عارف كويس قوي هو بيعمل ايه. سياده الرئيس مشاغله كتير، واذا سالناه في كل صغيره وكبيره بكده احنا بنزود مشاغله اكتر. ها حازم بيه اسمح لي بقى المره دي انا اختلف معاك وبشده كمان. شكرا يا عبد الله. سياده الرئيس مشغول في المقام الاول بمحدود الدخل. الناس يا حازم بيه هم اهم حاجه بيشغلوا سياده الرئيس. كريم بيه، في كلام ان الولد ده بينقل صوره غلط عن اداء الوزارات للسيد الرئيس، وان الكلام ده هو السبب الاساسي لاقاله وزير التموين. اطمن يا حازم بيه، سيادة الرئيس ما بياخدش أي قرار إلا ما يكون متأكد منه ودارس حيثياته كويس. أنا عاوز أفهم، متجوزة راجل ولا قفص جوافة؟ قفص جوافة. وبعدين جايز الناظر ما كانش يقصد، وأنت فهمتي الموضوع غلط. هو إيه اللي ما كانش يقصد؟ بقولك حاول يبوسني. حاول يبوسك وانت ضربتيه زي ما قلتي، يعني خد جزاءه وخلاص. يا راجل افهم، الراجل عايز يرفدني، محولني للتحقيق. خلاص ما تروحيش انت بكره المدرسه وانا هعدي عليها هزقه. خلاص فكيها بقى، احنا ما صدقنا اهلك الخمد وبدري النهارده. اوعى، ما فيش في دماغك غير قله الادب وبس. طب هاتي بوسه. طيب احترم نفسك يا متولي. يا بنت في ايه؟ انا جوزك وانا الناظر. طب اطفي النور الاول. احلى جمله احب اسمعها في النوم حالا. هو فين البتاع؟ اسمعك
مفيش حصص العاب تاني في المدرسه. خلاص انا لغيت الالعاب ومفيش ابلة انشراح. اقول لكم انا لغيت الفسحه كمان. حضرتك الناظر، ايه الواحد عايز يقابل حضرتك بره. ومين ده؟ اسمه متولي. خليه يدخل الانشراح. قال حضرتك انا اسمي متولي، جوز ابلة انشراح، مدرس الالعاب اللي سعادتك كنت عايز تبوسها. بوسها؟ وانت جاي عايز تعمل ايه يعني؟ المدام متحوله للشؤون القانونيه. شؤون قانونيه ايه يا عم؟ خلينا نتكلم مع بعض بقى. اتفضل من هنا يا استاذ. اورني طلع الجنة لبرا. يا عم في ايه مالك؟ ما تخليناش بقى نتهور عليك ومد ايدي عليك بقى. انت بتهددت بمكتبي ودين نغلى من البوليس؟ ايه؟ عامل عصابه انت والمدام؟ بلطجه انت؟ امسكوا كده حتى لحد ما بلغ البوليس. مش عبد الفضيل، مش عبد الفضيل. في وزير التربيه والتعليم بيمر في زياره مفاجاه للمدرسه. معالي الوزير في المدرسه؟ غور غور من وشي. اتفضل يا سيادة الوزير، اتفضل. احنا بنرحب بسيادة الوزير وبزيارته المفاجأة ونقول له احنا جاهزين لأي مفاجأة. سمعونا النشيد يا اولاد. ابتدي. بالعين احمر. لا مش دي. ابتدي. انا بالحندور ديريجين ديريجين والحندور. ولا دي نشيد الوزير. ابتدي. شرفتي لك. ابنائي وبناتي اشكركم وأحب دلوقتي أشوفكم في الفصول. اتفضلوا. معقولة؟ متولي؟ إزيك يا متولي؟ سعادة الوزير معاليك وحشني جدا يا فندم. يا راجل يا بكاش، أنت مش قلت إنك هتيجي عندي الوزارة وتشرب معايا الشاي؟ ما جيتش ليه؟ حضرتك عارف المشاغل بقى وأنت سيد العارفين. أيوة أنا مقدر وعارف، بس كمان انا بعزك قوي ولازم تيجي تشرب معايا الشاي. حاضر يا باشا. فرصه جميله يا متولي. مع الف سلامه يا باشا، شرفت المدرسه يا باشا. ما تطلب البوليس يا عبد الفضيل، مستني ايه؟ متولي بيه اللي ما يعرفك يجهلك، تسمح لابوسك؟ هيبقى انا ومراتي يا عبد الفضيل. اخلع ورا الوزير الانتيم بتاعي. ماشي يا باشا. ما انا عايز افهم بقى، انت ايه حكايتك بالظبط يا متولي؟ طلعتني من الاسم بمنتهى السهوله ورجعتني شغلي، والناظر رقاني، والشكوى اللي متقدمه ضدي اتلغت. انا عايز افهم انت مين بالظبط يا متولي؟ هكون مين يعني يا انشراح؟ حته طباخ غلبان راح ولا جه بقى وزير التعليم بنفسه اول ما يشوفك يجري عليك وياخدك بالحضن يا متولي؟ ما انت اصلك ما تعرفيش الحكايه يا انشراح. وزير التعليم ولا خليك معايا. وزير التعليم ده كان من ايدي زمان ايام ما كان وزير صغير والاكل عجبه، عشان كده شايل لك جميل لغايه دلوقتي. طب وزير التعليم وفهمناها، خرجتني من الاسم ازاي يا متولي؟ ما هو وزير الداخليه كان بياكل معاه. حلوه دي. كل واحده تانيه، انا عايز اسمع كل النكت اللي بتتقال. كلها ما ينفعش يا ريس. النكت دي من الحاجات اللي بتميزنا، تخلي الواحد يغزل همومه. هو في حاجة حصلت لي كده، هي مش نكتة، موقف يعني حصل لي وأنا بشتغل على العربية. كنت متعود كل يوم الصبح سعادتك أعمل اتنين طاجن، طاجن اللي بتوع الكهرباء وطاجن اللي بتوع البلدية. أما الواد بصل اللي بيشتغل معايا عكس الطواجن، أنت طاجن الكهرباء اللي بتوع البلدية وأنت طاجن البلدية اللي بتوع الكهرباء. راحوا بتوع البلدية جم شايلين العربية وبتوع الكهرباء قطعوا الكهرباء عليا.
يظهر ان انا عكيت يا فندم. بايخه مش كده؟ فعلا بايخه قوي. ايوه كده يا سياده الريس، بلد بتنضف صحيح، فساد بقى للركب. بالك انت تقريبا نسيتها في البيت يا باشا. نسيتها في البيت؟ طب تعالى لي انزل. انت بتشتغل ايه؟ يا رب الله يا باشا. قول حاحة. نعم قول حاحة. انا يا باشا؟ امال امي. خد ابني على البوكس. انا عايز اعرف انا عملت ايه بس يا باشا. مشتبه فيك يا اخي. اه لو كده ماشي عادي. معقوله يا متولي؟ انا طب ليه ما كلمتنيش؟ اقعد. ليه ما اتصلتش بيها يا متولي؟ هو انا لحقت يا كريم باشا؟ ايه اللي حصل له الواد ده؟ اتمسك يا سيدي امبارح بالليل تحري، كان راكب ميكروباص. ما هو شكله وش سجون. مسكوك ليه يالا؟ كنت ناسي البطاقه في البيت يا باشا. تستاهل. اوعى تجيب سيره لسياده الرئيس عن اللي حصل لك في القسم. انا بقول لك اهو، مش عايزين نزعله على الصبح. قول له انك دخلت في باب، وقعت على وشك، اي حاجه. حاضر يا باشا. روح يا متولي شوف شغلك. ليه بقى حازم بيه ما نقولش للرئيس على كل اللي حصل؟ الحاجات الصغيره اللي زي دي مش لازم نشغل بيها سياده الرئيس يا كريم. ما هي دي لا يمكن تكون واقعه. مين اللي ضربك يا متولي؟ رئيس انا مسكوني تحري يا ريس، اشتبهوا في ايه؟ احكي اللي حصل بالظبط. اول ما مسكوني ركبوني البوكس مكيف، وبعدين وصلنا هناك قدموا لنا سعادتك مشروب الضيافه، عصير فراوله حلو يعني، وبعدين ادوا لكل واحد مننا فوطه سخنه طلع ريحه كده، بس ريحه حلوه. وسمعوك مزيكا في الاسم مش كده؟ مزيكا كده حلوه قوي يعني. انت كذاب وتستاهل كل اللي يجرى لك. ما هم قالوا لي ما تتكلمش يا ريس، قالوا لي ما تتكلمش. الصور ده متولي وراء شعب عظيم قوي، حضارة وتاريخ، 75 مليون أنا مسؤول عنهم كلهم، مسؤول عن أمنهم، عن أكلهم وشربهم، عن ثقافتهم وسعادتهم. ربنا يكون في عون سعادتك يا ريس. نفسي كل واحد من الشعب يحط نفسه مكاني. خل نفسك يا متولي بقيت رئيس جمهورية لمدة دقيقة مثلا، تعمل ايه؟ أنا رئيس؟ أنا رئيس جمهورية يعني؟ أنا شوف سعادتك، أنا أول حاجة هعملها إن شاء الله. مدة خلصت يا متولي. هو أنا لحقت يا رئيس؟ بس إيه رأي سعادتك فيا وأنا رئيس جمهورية؟ لابد أن تكون الحقائق واضحة وصريحة كي نصل معا إلى حل جذري للعديد من المشكلات. لابد أن تعلم الحكومة أن هناك مشكلات كثيرة لم تحل بعد، ولكن المشكلة الأولى بل الرئيسية هي الاهتمام بمحدود الدخل والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري. على معلش بقى، قهوة تعبانة مش النظرية. اتفضل يا ريس. بلاش كلمة ريس دي هنا خالص. اه لا مؤاخذة، اتفضل يا باشا. السلام عليكم. السلام. ايش تعملتوا؟ ازيك يا عم صلاح؟ المواطن المصري هي أهم. تشرب يا باشا. السيد رئيس
هاخد قهوه مظبوط. قهوه مظبوط يا ابني على ميه معدنيه. لا ميه من الحنفيه. خليها من الحنفيه يا ابني وربنا يستر. هي هم كبير للسيد رئيس الجمهوريه. باقي باقي لوك 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 ما عندكوش غير الكلمتين دول. في ايه يا عم صلاح مالك ما تهدى شويه؟ ما انت عارف عندي خمس عيال وامهم وعمالين يتكلموا عن محدود الدخل، يتكلموا شويه عن معدوم الدخل. ما هو برضه خمس عيال كتير، مفروض تخلي بالك عشان تعرف تربيهم كويس. ومين الاخ ده؟ اسكت شويه ابوس ايدك. سيبك من متولي وخليك معايا. عايز تخلد براحتك وتنبسط والحكومة هي اللي توكلك وتشربك وتربي لك عيالك، لازم تشيل المسؤولية شوية ولا ايه؟ وماله نشيل؟ انت مش هتحضر فرح؟ فرح ايه؟ عندي ناس مهمة. هو في اهم من بصلة؟ ده صبيك وفرحه النهاردة لازم تحضره. ما يولع بصلة هو اللي جابه بصلة. اقول لها بدا باشا السبب الرئيسي في الزيادة السكانية. قوم يا متولي. على فين يا باشا؟ على فرح بصلة. سيادتك هتحضر بنفسك فرح بصلة؟ ايوه. انت متأكد من الكلام ده يا باشا؟ يلا مكتوبها لك يا بصلة يا ابن العبيطة. تحية خاصة من شباب المنطقة لحبيب قلبي بصلة، وسمعني أحلى سلام. بعد إذن سعادتك دقيقة واحدة. حاسب يا عمنا، عايزين نسمع احلى سلام للمنطقه واللي فيها والعروسه والعريس بصله وامينه. مبروك يا امينه. اقعد اقعد. انا عايز اقول لكم حاجه مهمه، الفرح ده فيه شخصيات مهمه قوي، كل الدنيا بتصورنا دلوقتي، الدشات والاس ان 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 كل الساتلايت بيصورك. اسكت اسمعني. انت بالتحديد شغل الحناطير والاستبلاط والحصينه ما يمشيش هنا خالص. ابوس ايديكم. عيب يا عم. والله انا ما خايف الا منك انت. عندي
عارف مين اللي بعت لك الفلوس دي يا ابن المجنونه؟ عارفه طبعا، تقريبا شفته قبل كده في سوق العبور. سوق العبور؟ ده العبور نفسه يا ابن المحظوظه. تعرف يا متولي، دي أجمل ليلة قضيتها من سنين طويلة. بقالي كتير ما قعدتش على النيل. أول مرة أحس إني بتحرك كده من غير أي رسميات. مش هتروح بقى سعدك؟ لا، أنا عايز أقعد هنا شوية. النيل ده غالي عندي أوي. يا ما غسلت فيه أحزاني. وأنا طفل صغير كانت الدنيا لما تضيق بيا أجري بسرعة على النيل. كنت بحس إن هو كمان بيجري عليا. إيه ده؟ حد يرمي قصب في النيل؟ أنا آسف سعادتك، بس يعني هي ما جاتش عليا، ما هم بيرموا كل حاجة في النيل دلوقتي. النيل ده حياتي يا متولي. أحلامي كلها كانت هنا، طفولتي، شبابي، ذكرياتي. كنا دايماً نقعد ناكل بطاطا في نفس المكان ده. معقولة؟ سعادتك نفسك رايح على البطاطا؟ آه والله يا ريت. أهو بتاع البطاطا جه. عايز كام؟ وببلاش كمان. اتفضل يا باشا، بطاطا نظيفة ومتقشرة وزي الفل. اللي أنا والشيف. تعرف يا متولي، أحمد بيه شوقي كان باستمرار بيقعد هنا. أحمد بيه شوقي كان بيقعد هنا يا باشا؟ تعرف إيه يعني؟ حد ما يعرفش أحمد بيه شوقي يا باشا؟ ده رئيس مباحث الشبرا. أحمد شوقي أمير الشعراء يا متولي. كان بيكتب كل أشعاره هنا على النيل. العشاق البسطاء كانت دي فسحتهم الوحيدة. يا سلام. راحت فين الأيام دي؟ ظابط البطاطا ينسحب فورا، وانزل بالعشاء بسرعة. الأيام عني والسنين، إني أحبك فوق ما تتصورين. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. يمين، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. شمال، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. يلا، واحد، افتحي صدري، اثنين، ثلاثة، أربعة. ما شاء الله عبر الشرح حالك. أنا شايف إنك أنت متفانية في عملك زيادة عن اللزوم. قعدتي في البيت بتتعبني، قلت أجدع وقت شوية. والله المدرسة كل صباح، كل طابور صباح بتدعي لك يا أبلة الشراح إن ربنا يقومك بالسلامة. إن شاء الله يخليكي حضرة الناظر. في إيه؟ مالك؟ مبروك يا متولي. خير يا باشا؟ مراتك يا سيدي خلفت. يا ما أنت كريم يا رب. جالك ولد وسميناه محمد. أحلى اسم، أحلى اسم في الدنيا. يلا بقى أبو محمد، روح عشان تشوف مراتك وابنك، وعلى فكرة السواق بتاعها هيوصلك. ربنا يخليك يا كريم. يلا روح بقى. طيب بالنسبة للمستشفى الفلوس يعني؟ خلاص، يلا بقى. ربنا يخليك يا حازم بيه. ربنا يخلي الريس. Thank you.
بجد اوعى يا اخي. انت طلعت سوسه معكم على قلبك فلوس قد كده عشان تولد مراتك هنا؟ متولي طول عمره بحبوها وما يهموش. الف الف مبروك يا شراح. الله يبارك فيك، ربنا ما يحرمني منك. وليه تكاليف المستشفى الغاليه دي بس يا متولي؟ ابني حبيبي محمد. سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر. حبيبي جبت منين فلوس السلسله الذهب الحلوه دي يا متولي؟ سلسلة الذهب؟ ده ابني انشراح. انا استخسر في حاجة. الف حمد لله على سلامتك يا ابن انشراح. الله يسلمك يا عبد. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، ابوس الولد. ايه حكاية البوس معاك يا عبد الفضيل؟ استنى، واخد الولد ورايح على فين؟ إيه ابني انشراح، وفي بيننا اسرار مالكيش دعوة انت. والله انت خلاص اتجننت. المدرسة كلها في انتظارك يا ابن انشراح. متشكرة يا حضرة الناصر. محمد الله عليك يا حبيب والديك. اسمع يالا، انا عايز اقول لك سر مفيش حد في الدنيا هيعرفه الا انت. عارف ابوك بيشتغل ايه يا محمد؟ انت مش ناوي تلم لسانك ده يا متولي؟ عملتها يا محمد، تبلغ في ابوك وانت لسه في اللفه. انا سبق وحذرتك قبل كده، المره الجايه انا هتصرف معاك بنفسي. ولاحظ انك بقيت اب، يعني لازم تراعي لقمه عيشك. انت كنت اتكلمت مع سياده الرئيس بشان الخضروات اللي مرشوشه مبيدات مسرطنه؟ يا بيه الكلام جاب بعضه، عليا النعمه ما اقصد حاجه خالص. استرها معايا يا رب. لسه قاعد عند حماتك يا متولي؟ ايوه يا ريس. وخال مراتك والعيال في الشقه برضه؟ هيروحوا فين ساعتها؟ اوضه وصاله هي مش كده؟ ايوه يا فندم. ما قدمتش ليه في اسكان الشباب؟ مقدم من 9 سنين. ازاي الكلام ده؟ 9 سنين وما استلمتش؟ يبقى جميل سعادتك في رقبتي ومش هنساهولك طول عمري لو تعرف لي حد في الاسكان. في الحقيقه انا ما اعرفش حد خالص في الاسكان يا متولي. ولا انا مصدق نفسي يا شراح. اخيرا بقى لنا اوضه نوم وسرير، ومش هيشاركنا فيها خالك المعفن اللي اسمه صلاح عظمه. اوعى اوعى. هاتي بوسه سريعه. طيب لا ولا هتلمسني يا بنت، انا محروم محروم بقالي كتير. هاتي بوسه بقى. لا الله، احنا في الشارع وفيها ايه؟ ما انا عامل لك دير اهو، وبعدين ما حدش هيشوفنا غير الناس اللي في البلكونات. حلو قوي، افرض بقى الناس اللي في البلكونات دول شافونا هيقولوا علينا ايه؟ هيقولوا علينا اتنين مجانين ومحرومين. خلاص انا خلصت اهو. اوعى. ما تيجي نعمل بريك جوه كده في الاوضه نص ساعه؟ اما تقولي انت بتشتغل ايه الاول؟ اوعى انشراح، ما تضغطيش عليا اكتر من كده. اوكي خلاص انت حر. انشراح انا بشتغل في وظيفه خطيره في مكان حساس ما اقدرش اقول لك عليه. انشراح انا اوعى بقى اوعى يا اخي. انشراح انا بشتغل عند الرئيس. وانت بقى بسلامتك بتشتغل ايه عند الرئيس؟ ده انت حيالله حته طباخ لا رحت ولا جيت. ما انا طباخ الرئيس يا انشراح. طباخ مين يا اخويا؟ طباخ الرئيس. اوعى. ايه ده؟ مين اللي هيجي لنا الفجر؟ خير؟ هيجي منين الخير؟ ما هي ليله باينه من اولها. وانت اللي مصحيك لغايه دلوقتي. ازيك يا متولي؟ حازم بيه؟ معلش، زيارة مفاجأة كده في وقت متأخر شوية. اتفضل يا فندم. يا أهلا وسهلا يا فندم. يا أهلا يا باشا. معلش الشقة مكركبة أصل إحنا لسه معزلين. يا أهلا بيه، اتفضل يا فندم. طب وليه التعب ده بس؟ ازاي البيبي؟
الحمد لله يا باشا كويس، بس ما بينيمناش والله. انت شاب وده الوقت اللي تقدر تأمن فيه مستقبل أسرتك ومستقبل الولد. ربنا خليك يا باشا. انا عارف ان موقفك حرج ومش هتقدر تقول له الكلام ده. انما انا اقدر افاتح سيادة الرئيس ان دي رغبتك، هنجيب لك وظيفة في اوتيل كبير بمرتب كويس عشان تكون نفسك. مش فاهم سعادتك تقصد ايه. قصدي اني اعفيك من الحرج وخلصتك انا الموضوع ده. يا باشا انا مش عايز اشتغل في اوتيلات. يعني ايه؟ يعني انا هفضل مع سيادة الرئيس طول ما انا عايش. جايبه بدري كده؟ اتفضل ادخل. خير يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ عايزيني اسيب الشغل عند سياده الرئيس. يبقى فتحت بقك واتكلمت يا متولي. انا ما قلتش حاجه غلط لسياده الرئيس يا عم سليمان، انا قلت له عن اللي شفته بعناية. ما هو ده اللي طلعني معاش يا ابني. انت فاكر ان السن هو اللي طلعني معاش؟ لا، انا اللي طلعني انه قلت لسياده الرئيس وكلامي ما عجبهمش، بس انا قعدت سنين عقبال ما اتكلمت. انما انت يا اخويا ما شاء الله داخل شحط كده. طب وايه العمل دلوقتي يا عم سليمان؟ يا دي فيها عمل؟ تسكت. ما اقدرش يا عم سليمان، ما اقدرش سياده الرئيس يسالني على حاجه واكذب عليه. خلاص يبقى تتكلم، بس في النهايه يا حبيبي هتقعد قعدتي دي. لا حول ولا قوه الا بالله. حصل امتى الكلام ده؟ ده كان كويس. التقرير الطبي بتاعه بيقول ان عنده فيروس سي، يتعالج على اعلى مستوى وفي احسن مستشفى وعلى حسابي. حاضر يا فندم، اللازم كله هيتعمل. تطمنوني عليه اول باول. حاضر يا فندم، بس كان في ايه يا حسن؟ في طباخ يا فندم رائع اختبرناه ونجح، وكان نفسي بس سعادتك تشوفه. طيب تعالى يا حسنين. متجوز يا حسنين؟ ايوه فندم. عندك كم عيل؟ عندي 5 عيال يا فندم. وعامل ايه في مصاريفهم؟ الحمد لله يا ريس، التعليم مجاني والاسعار في متناول الجميع والمواصلات اتحلت بالتوك توك. يا ريس احسن ناس عايشين في البلد دي هم محدودي الدخل يا فندم. قول لي يا حسنين، طبق الكشري بكام؟ بنص جنيه يا ريس. والرغيف المدعم حجمه قد ايه تقريبا؟ قد كده يا فندم. يا حسن انا ما باكلش من الكلام ده. في كوسايا انتوا نسدوها. هاتها بسرعة. بقول لك يا متولي العربية دي تشمل هنا قدامك لحد بكرة، لو مش انتهاش ابعت لك اللوش الشيلة. فاهم ولا مش فاهم؟ اطلع يا ابني. ايه ده؟ ايه اللي جابك بدري كده؟ رفضوني من المدرسة. ليه؟ قالوا لي ركزي في المظاهرات أحسن لك. يعني احنا الاثنين بقينا في الشارع خلاص. فاكره بصراحة العربية دي؟ شافت أحلى أيام حبنا، أيام ما كنت شغال عليها على الخط، وبالتحديد المكان ده ظرفتك فيه أول بوسة في حياتك.
ما تجيبي بوسه خالص. لو النبي لحسن تكون اخر بوسه. انا سبق ونبهت اني مش عايز حاجه زي دي تحصل. تمام يا فندم. تقول لحازم الرئيس امر انك تقعد في بيتك. مش هسمح باي نوع من التجاوزات. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. نايم يا متولي. نايم اصحالك يا ريس. فخمتك بنفسك؟ انا مش مصدق نفسي. انشراح! فخمت الرئيس انشراح! يلا يا رأي يا جماعة. حسبوني واقف على الباب ولا ايه؟ ازيك انشراح؟ الحمد لله يا ريس. شقة حلوة ايه؟ امال ليه بيقولوا عليها ضيقة؟ ضيقت ايه؟ ده احنا بنلق فيها. دي من خيرك يا ريس. اتفضل. صحتك عاملة ايه دلوقتي يا متولي؟ صحتي زي البومب. زي البومب والحمد لله يا ريس. المشكلة مش في الصحة يا ريس. وما المشكلة في ايه بالزبط؟ المشكلة في الصحة والتعليم والبطالة والفساد. خلصي. سيبها يا متولي. قدينا بنحاول نعمل كل اللي في وسعنا عن شرح. بس كل حاجة واحدة واحدة. اهم شيء تتكلموا. ما تخافوش. انا عن نفسي مش خايف غير على ابني يا ريس. وايه اللي مخوفك عليه؟ قول يا متولي. خايف ما لقلوش دكه في مدرسه يقعد عليها، او يتخرج من الجامعه ويقعد في قرابيزي 20 سنه قبل ما يلاقي شغل، او يحب يتجوز ما اعرفش اجوزه البنت اللي بيحبها. وانت انشرح، خايف من ايه؟ خايفة ما يبقالوش أي حقوق ولا صوت ولا حد يسمعه. ونفسي نفسي ما يكرهش البلد اللي كلنا حبيناها. خبتيني يا شرح. بصراحة لا يا ريس. ودينا قاعدين هو مع بعض دلوقتي وبنتكلم وحنتناقش في كل حاجة بمنتهى الموضوعية. إيه اللي حصل بقى؟ اغرس يالا. شعر اسود تسمعني. لسه عندي كلام كتير نفسي اقولهولك وتسمعني. مفيش في القلب غير الاه وجرح كبير وجرح كبير بيوجعني. حب بلدي بيجري في دمي